على بعد نحو 10 كيلومترات شرق محافظة أبيان، تقع قرية الجبيلي كإحدى القرى الريفية، وتمثل الزراعة وتربية المواشي المصدر الأهم في الحياة اليومية للسكان. وكالكثير من المناطق الريفية لا يختلف الحال في هذه القرية، فالمعاناة هي العنوان الأبرز لحالة المواطنين هنا. السلطة المحلية لم تزورنا لهذه المنطقة، ونحن نطالب السلطة المحلية ونطالب المنظمات أن يزورونا إلى المنطقة ويوفرونا متطلباتنا، بحاجة إلى المياه، بحاجة إلى عيادة صحية للمنطقة، بحاجة إلى مدرسة، يعني هذه الخدمات الأساسية. تقول الإحصائيات السكانية إن عدد القاطنين في هذه القرية تجاوز 400 نسمة، بينما وصل عدد الأطفال إلى 100 طفل، جميعهم غير مسجلين في المدارس نظراً لتباعد مسافات المدارس ودور التعليم بين مناطقهم، وهو ما يمثل عائقاً حقيقياً أمام العشرات من الأطفال. محتاجين إلى مثلاً مدارس أولى للطلاب في المراحل الأولى، حتى مثلاً 3 صفوف أو 4 صفوف في المراحل الإبتدائية، لأنه الطلاب ما يستطيعوا في المراحل الأولى أنهم الذهاب إلى عبر عثمان أو الذهاب إلى الكم أغرب مدرسة، محتاجين إلى 3 صفوف مثلاً أو 4 صفوف في المرحلة الإبتدائية. بات من الضروري على السلطات المحلية الالتفات لهذه المناطق، خصوصا في ظل الأحداث التي تعيشها البلاد وتنعكس أكثر على سكان الأرياف، في ظل انعدام الخدمات وافتغار أغلب هذه المناطق إلى أبسط مقومات الحياة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.